تاخد الهديه بتاعت النهارده الهدية نعم بسرعه. هديه النهارده اوردها الامام الترمذي، يمكن دعوه كلنا حافظينها قوي، دعوه جميله قوي سيدنا النبي تصدقي قال عليها، الدعوه دي محدش يدعو ربنا بيها باي شيء الا لازم يستجيب له. يا اي شيء تدعي ربنا وتقول الدعوه دي ربنا يستجيب لك. ده مش كده وبس، الامام الحاكم قال ان اللي يقول الدعوه دي وهو مريض 40 مرة فإن برئ يعني خف غفر له ما تقدم من ذنبه، وإن مات فله أجر شهيد، اللي هي دعوة زنون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خليني في عجالة بعد إذنك، فاضل لنا قد إيه؟ مش عارف. طيب في عجالة أنا أتكلم عن حاجتين في 3 دقايق، أتكلم عن حاجتين بقى بعيدا عن اسم الله المصور، حاجتين في عجالة. أول حاجة بس أنا رسالة لكل الناس، لأن في الأونة دي ناس كتيرة أو تبعت لي أنا أم ماتت أو أبويا مات وانقطع أسباب الدعاء، فعايز أقول لك إن أسباب الدعاء موجودة. لو أبوك كان راضي عنك وأمك كانت راضية عنك فثق أن الدعاء من قبرهما يصل إليك، فثق أن الدعاء من قبرهما يصل إليك، وثق أن زوجتك إن دعت لك فهي مقام أمك، وثق إن ولدك دعا لك فهو في مقام أبيك. يعني إيه الكلام ده؟ سيدنا الحبيب يا ستي دعاء كان يميل على العيل الصغير ويقول له لا تنسنا من صالح دعاء، سيدنا عمر كان يبوس إيد العيل الصغير ويقول له ادعوا الله لي. فعايز اقول لكم ان وهل الامل دعاء في ربنا. الام بينقطع ولا بيفضل مكمل بركه؟ ما انا قلت له ايه؟ قلت له دعاء امك وابيك ها ممتد لك ممتد. من قبرهما، لان هم انتقلوا لحياتي رؤيا بلا عمل، يعني امي دلوقتي شايفاني فمبهوره بيا فتقول اللهم ان ولدي في خير فزت. وهي في الاخره؟ وهي في الاخره والله، وهي في القبر، وهي في القبر والله. بتدعي لنا ابوكي ابوكي لو لقاكي ابوكي لو لقاكي انت دلوقتي في معصيه يقول اللهم لا تقبل الدعاء على هذه المعصيه حتى تتوب عليها. خلي بالك لانه ايه؟ لانه مات في طاعه، لانه وهم شايفيننا واحنا مثلا بنعمل طاعه فيدعي لنا. يا فندم شايفيننا بالطاعه، فزي ما كانوا بالبلدي كده اقولها لك بيتفشخروا في الدنيا بدعاء وبيتفشخروا في الدنيا بابنهم، في الاخره كده. ولو هم بيستعروا مننا في الدنيا باي عمل نعرهم كذلك في الاخره. سيدنا عبد الله بن رواحه جه لابنه كده وقال له يا بني لقد احرجتني واخذلتني في معسكر الموتى، لما تركت صلاه الجماعه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الرؤية طبعا فعشان كده بنقول لكل الناس ان الدعاء ممتد. الامر الثاني اللي عايز اقوله لكل الناس، يا ريت ما نبخلش بالزكاه ويا ريت نخرج الزكاه، بس بالله عليكم بالله عليكم انا بتكلم والله وقلبي مليان مراره. ليه؟ لان لما يوصلني رساله يا ست دعاء ان هل يجوز الزكاه على ابويا؟ هل تجوز الزكاه على امي؟ صعب صعب والله يا جماعة. ودايما أنا بقول كلمة الناس بتزعل، بقول له أنتوا ليه بتحتلوا على شرع ربنا؟ ليه عايزين تحتلوا على شرع؟ ليه عايزين تسرقوا زكاة ربنا؟ ليه؟ يا جماعة يا جماعة أغنوهم، خلي بالكم، وعدي أنفق أنفق عليك. فيا ريت ما نبخلش بالزكاة وما نتحورش وما نعملش عقلنا مع الله سبحانه وتعالى. خد بالك اللي أنت تبخل بيه عربيتك ممكن تعمل حادثة تصرفه. خد بالك، وده إبداع ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده بنقول كل واحد يخرج وتوقع كده وتهيأ كده إن أنت قدامك آية قرآنية بتقول ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. قال لها ما بقي يا عائشة؟ قالت له يا رسول الله نفذت كلها إلا الزراع. قال بل بقي كلها إلا الزراعة، الشاه يعني كلها وزعت 3/4 وزعته كلها وبقي الزراع اللي بيحبه النبي. فقال لها فاضل ايه؟ قالت له فاضل الزراع وكلها اتفرقت. قال لها ده كلها باقية الا الزراع، لان كلها يقصد بقائها عند الله سبحانه وتعالى. معلش برضك في عجالة، اي واحد يا جماعة يوصي وصية لابنه او بنته اللي هيورثه اوعى، لان ده نار يوم القيامه. سيدنا ابو بكر اخر حياته خالص وهو على فراش الموت كان مدي حته ارض كده بفلوس زياده ليه يعني؟ بحته ارض زياده، بفلوس زياده، ببيت زياده، بتفضيل زياده. سيدنا ابو بكر على فراش الموت
خلاص في النهاية، فكان مدي حتة أرض لستنا عائشة محبة، فقال لها اسمعي عائشة أنا مش خايفة أقابل حاجة يعني من ربنا من حاجة إلا حتة الأرض دي، فرديها يا بنيتي إلى الإرث. قالت يا أبتي رددتها حبا فيك.